أستاذ أحمد، رشاد حضرتك من الشباب الصاعد، يعني الوجوه الجديدة اللي بتتميز بخبرة وتراكم خبرات من خلال يعني الدار المصرية اللبنانية الدار العريقة، وفي نفس الوقت عندك اتصال بالعالم الخارجي عالم النشر. طموحاتك إيه لاتحاد الناشرين المصريين اللي دفعك لخوض هذه الانتخابات؟ في الحقيقه خليني اقول لحضرتك ان احنا بنواجه زي ما ذكر الاستاذ احمد بديل بنواجه عده تحديات. يمكن التحديات دي يمكن مش هنقول من الثلاث سنين اللي فاتوا بس، احنا بقالنا اكتر من بعد يمكن 2011 في تحديات كتير جدا موجوده في صناعه النشر. مشاكل بشكل كبير جدا في بعض القوانين، سواء ملكيه فكريه، سواء النهارده بنتكلم على قانون الاتحاد بقاله تقريبا اكتر من 50 سنه لحد النهارده ما تعدلش. دي التحديات يمكن الرئيسيه. التحديات بقى يمكن كمان اللي بنواجهها يمكن قلة منافس توزيع ممكن في بعض الأحيان، يمكن عندنا بعض المشاكل. عندنا عدد كبير جدا من الناشرين دخلوا خلال الفترة الأخيرة، عدد الناشرين ده محتاج إعادة تنظيم بشكل كبير، لأن إعادة التنظيم ده هتساهم في استمرارنا احنا كدور نشر يمكن بقالها عدة سنوات، وفي نفس الوقت هتقدر تساعد النشر اللي موجود. محتاجين دعم يمكن بشكل أوسع شوية من مختلف الجهات. محتاجين نوصل صوتنا، يمكن في صناعات كتير جدا استفادت خلال الفترة اللي فاتت من بعض المشروعات، يمكن صناعة النشر لسه ما استفادتش الاستفادة الكبيرة بعد يمكن كوفيد والكورونا. معظم الصناعات تقريبا استفادت من الدعم اللي كان موجود من الدولة. يمكن احنا برضو ده ضمن الملفات الرئيسية اللي موجودة عندنا النهاردة، ان احنا محتاجين نشتغل على ملف في البداية ان النشر صناعة. النشر يمكن متعرف في عدة دول في العالم ان هو صناعة، يمكن احنا لحد النهاردة مش قادرين نوصل الحتة دي، وده يمكن عامل لنا معوقات بشكل كبير جدا. فدي كانت تقريبا يمكن اهم الملفات اللي احنا حابين نشتغل عليها دلوقتي.